باي رودي. انت كمان رح تروح تتركني لحالي؟ ليش وينه ماما؟ فقت وما لقيته. يا وين راح من الصبح؟ يمكن يكون راح يتصالح قشره. لا حبيبي ما بظن انه هي راح تصالح هذا الحقير مره ثانيه. بتعرف شو جاي على بالي؟ شو جاي على بالك؟ جاي على بالي نروح انا وياك ندق قتله ثانيه لحتى يحرم يرجع لماما. بدون قتله ثانيه انا متاكد انه ماما هي اللي ما راح ترجع له. هيك رايك؟ هيك رايي. روح البس ثيابك عشان اخذك على بيت بابا. بلا ما تاخذني على بيت بابا، خذني معك على المطعم. يا حبيبي انا مالي رايح على المطعم، عندي كذا مشوار قبل المطعم بعدين بدي اروح هونيك. يلا بس ثيابك على السريع عشان ما اتاخر. يلا. خايفي على ابنك ينحبس وهو مريض؟ أنا راح أنزل أتنازل عن المحضر، والمساعد اللي بالمخفر في معرفة بيني وبينه، والمصاري اللي بدهم يقبضون أنا راح أعطيهم إياهم مشان ما حدا يقرب على ربيع لا يحطوه بالحبس. كتر خيرك. بس بدي منك تتنازلي لي عن المتقدم والمتأخر. موافقة. وبتتنازلي عن الشقة اللي اشتريتيها وبتحطيها باسمي. يا سافل، بس انا الحمار اللي اعطيتك فرصة تضحك علي وتضيع ابني مني. شو شافك صفنتي؟ غيره. انت كريمة ونحن بنستاهل. موافقة بس على شرط. تفضلي. بتنزل هلأ معي بتتنازل عن المحضر قدامي، وحضرتك بتنزلي معي لعند المحامي وبتكتبي ورقة باللي اتفقنا عليه. بشرف. ايه بشرف. وكيف تستعملها؟ ما بصير تفرش اسنانك بفرشاية حدا يا ماما. ربيع مو حدا، ربيع اخي. لا 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 لا، هي قبل ما يشيل ربيع الوجه. لا يا ويلي، هي بعد الوشم، بعد الوشم. يا الله، أبل 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 أبل، لا بعد بعد بعد. وين تروح يا راعي؟ دخيلك يا الله، دخيلك يا الله. تروح يا راعي؟ أنا السبب، أنا اللي قتلت ولادي. لا لا لا، بعد الوشم، بعد الوشم يا الله، بعد الوشم، بعد الوشم يا الله. يا رايت يا رايت، وين
ربيع قومي فهميني شو صاير. اللي صاير يا ابتسام انه انا قتلت ولادي الاثنين. ربيع مات؟ ربيع رح يموت وانت كمان. لك شو عم تحكي انتي؟ انا اللي موتكم يا امي، انا اللي موتكم بايدي، انا ما بستاهل اعيش، انا ما بستاهل اعيش، خلوني موت. طولي بالك يا امي، انت ما بستاهل اعيش. طولي بالك يا ربيع، طولي بالك يا امي، لا طولي بالك، خليني موت. سكي السكينه من ايدي، خليني اجرح واجرح مشان اخذ الجرثومه من دحو. طولي بالك يا ربيع، هات شوفي 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 لشو جنيتو، هات السكينه من ايدك هاتيها. أنا اللي قتلت ولادي، أنا اللي موتهم، أنا مستهلك. فهميني فهميني شو القصة؟ رائد، رائد أخذ المرض عن أخوه، رائد أخذ المرض. شو جنيتي؟ جنيتي أنت؟ كيف؟ رائد حبيبي يا ويلي يا ويلي احنا هلا لازم نروح على المركز ونحلل له. مش مسكوني غلطانة وعم تخبصي من الرعبة. يا ريت يا ابو ربيع، يا ريت. طولوا بالكم يا جماعة، يمكن يكونوا هلا مسكرين بالمركز. لو مسكرين خليهم يفتحوا، لو اضطر جيبهم من بيوتهم واحد واحد. انت هيك جيتي بثياب من البيت؟ ليش انا قدران افكر بلبس؟ ابتسام يرضى عليك، جيبي لها شيء تحطوا عليها. ايه على عيني. تعال حبيبي تعال تعال. تفضلي ربيع، خدي حبيبتي. ابتسام اتصلي بربيع شوفيه عينه خليه يجي لحاله على المركز. على عيني وراسي. تعال حبيبي تعال. الله معكم، الله يطمنكم يا رب. الله معك يا رب، دخيلك يا رب، دخيلك توقف مع هالطفل يا رب. قولي علي والله لساته صغير. اسمع مني تامر، خد اهلك وروح خطبه قبل ما ابوه يغير رايه. سيدي غيره، ما عدت فارقه. ليك تامر، انا مقدر تعاطفك معي ووقفتك معي بمحنتي هي مو دين برقبتي، لانه هذا واجبك مثل مو واجبي انا هلا اجبرك تاخد اهلك وتروح. معلش ربيع، لا تاكل همي انا ونوال. انا اللي بدي احكي همك. هلا انت اذا رحت خطبتها ولا تجوزتها رح تنسى اخوك ربيع؟ اذا بنسى حالي معناته انتهينا. تتصل بنوال وبتقول لها انه سهرتنا بكره عندكم، ولا الا اعطيني رقم انا رح احكيها. خلص ربيع، انا بحكي معها. اكيد اكيد. هلا شيلنا من قصه نوال، قلي شو بدك تسوي مع خلود؟ لك فاجأتني، صعقتني. بتحبك وبنت أصل. هذا مو حب، هذا اسمه جنان. لا حب، هذا اللي بيسموه حب قاتولي. طمني، حللوا الشباب؟ حللنا كلنا.